لو الحكاية فيها إن فيتو إيه السبب اللي حضرتك ما جبتيش بصوتك في اللجنة؟ عنوان هنا وعنوان في الزمالك وعنوان في النزهة. قال لي لازم العنوان اللي في البطاقة، فقلت له ما ينفعش، طب ما أنا عندي إيصال غاز وإيصال نور بهنا بالزمالك. قال لي لا، لازم العنوان اللي في البطاقة. فمش مشكلة، هروح النزهة عشان البلد دي، أروح أي حتة مش مشكلة. هو في تعليمك نعم مش لفرض، إنما